الآن حتى نقرأ البيانات كلها مثل ما عملنا سابقا في برنامج الملاحظات، انه عملنا ايش؟ عملنا ادابتر، وهذا الادابتر هو كان الوسيط. فاذا ما كانت عندك فكرة عن انت تحتاج انه تراجع الوسيط، احنا ما راح نتطرق لانه راح ياخذ من عندنا وقت، هو درس مكرر يعني. فتحتاج انه تعمل وسيط للبيانات، ومن ثم بعد ذلك تحتاج الى ارسال البيانات لهذا الوسيط واستقبالها ضمن ايش؟ ضمن الليست فيو. الليست فيو ايش تستقبل لك؟ تستقبل لك ادابتر، وتبدأ تستند الى هذا الادابتر بشكل مباشر. الان طبعا انا ما راح اتطرق لهذا الكلام، كلام هذا مكرر، احتاج فقط انه نتعلم كيف نقرأ هذه البيانات. الان تلاحظ انه عندك بيانات اثنين موجودة عندك، اوكي، سجلين موجودات الان تو تشايلد، وكلاهما يحمل عندك ايش؟ يحمل عندك هذا الايتمز يعني برايس اند تايتل، تمام. فمبدئيا اللي تحتاجه انت الان في عملية القراءة انه تعمل تاسك. هذه التاسك ايش تمثل لك؟ تمثل لك ليست فروم بوكس، من البوكس اللي موجودة عندي. ثم بعد ذلك راح تعمل لك ريتيرن على تشايلد كونكشن تشايلد دوت 1 سينكرونس بالنسبة للبوكس، تمام. ثم بعد ذلك ابدي اعمل سيلكت، يعني اعمل راح اقول له اوكي البيانات اللي راح تجيني في عملية القراءة، يعني هو راح يقراها لك بشكل يعني كل البيانات راح يبدي يقراها لك، فهذا يرجع لك collection of data، كل الداتا اللي موجودة داخل البوكس راح يبدي يرجعها لك. فراح يقرأ لك الأول، أوكي، فراح أقول الايتم is new from box، وأبدأ أقول title، هو يمثل لك التايتل يعني المقابيل هذا التايتل اللي موجود عندي. مثلا راح يقرأ الأول، فهذا التايتل راح يبدي يسنده الى ايش؟ يسنده الى التايتل، والبرايس يبدي يسنده الى البرايس. ثم بعد ذلك راح يقول لك دوت تو ليست، يعني هذه راح ترجع لك ليست، يعني تعمل لك ريتيرن على ليست، تمام. الان ترجع لي على المين اكتيفيتي. في المين اكتيفيتي في الريد، كل اللي علينا انه احنا راح نبدي ننشئ ليست، هذه الليست. ثم بعد ذلك مثل ما طرقنا سابقا انه هذه الليست راح نبدي نرجعها الى الادابتر اللي موجود عندنا للتكست فيو، اللي هو يكون وسيط للبيانات. لكن انا راح ابدي اتاكد انه هل فعلا قرا البيانات او لا، يعني هذه مصفوفه، هذه المصفوفه استطيع انه اقرا عدد الصفوف اللي موجوده فيها او عدد المحتويات او الكاونت الخاص فيها، وابدا احول الى سترينج. طبعا اعرضه ايش؟ اعرضه في الميك توست، اوكي. فخلينا نعمل رن عليه حتى نشاهد النتائج. اذا اعطانا العدد 2 فمعناه انه اوكي هو اتصل وقرا البيانات اللي موجوده. كل اللي تحتاجه فقط الى وسيط الى عرض البيانات، هو ادابتر يمكنك من عمليه تجهيز البيانات بشكل مباشر، ثم بعد ذلك عرضها داخل ليست فيو. اوكي، الان المفروض انه يطلع لنا داخل التويست 2 باعتبار انه عندنا 2. فلما تضغط على ريد فلاحظ المفروض يعطينا هنا 2، لاحظ اعطاك 2، معنى ذلك انه اوكي كل شيء تمام عندك، بدا قرا البيانات اللي موجوده عندك في الداتابيس.